بعد شرائها من فلاح عثر عليها في ميسان، يسلم حسين حميد هذه المجموعة من اللقيات الأثرية لإدارة المتاحف. حسن تفتح لنا إياهن؟ حسن واجه صعوبات كبيرة في إقناع الفلاح ببيعها له مقابل 250 ألف دينار، وبحسبه حاولت جهاتنا الحصول عليها لتهريبها خارج البلاد. أول شيء قنعته بالمادة، وثاني شيء خوفته من ناحية القانون. قلت له إنه هذا القانون، وبعد هذني يعني وراها مسألة قانونية كلش صعبة وتتحاكم عليهن، ولو تنباع 20 واحد هم ترجع عليك. أوان فخارية وفوانيس ونقود يرجع تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى، وبحسب القائمين على متحف ميسان فإن هذه القطع سترسل إلى بغداد لدراستها وتحديد عمرها بدقة. 44 46 47 حاشية. آثار كان المعدنيات وفلوس فضة كان من العهد الإسلامي، وكان نحاس وياها معادن، يعني كان شلون شكل الطاسة وما أعرف شو يسمونه، ويدم الهاون وطاسة ثانية. أكثر من 400 موقع أثري في ميسان لم ينقب معظمها حتى الآن، ما جعل المحافظة تطفو على كنوز لفترات تاريخية مهمة في العالم، فضلا عن التلال القديمة التي تسمى هنا باليشن، والتي تحتوي بداخلها على أسرار الحضارات القديمة. من ميسان، حمزة الأسدي، يو تي في.